سلطه الفراخ بالجبنه الريكفور. نبدا بالمقادير بتاعتها، وهي صدور الفراخ المشويه، عندنا الجرجير، الكرفس هنقطعه صغير جدا، وعندنا عين الجمل او البيكنز، وبعدين زبادي، جبنه ريكفور، والتفاح والمايونيز. نبدا اول حاجه خالص هنعملها، عايزه ارص الجرجير اهو، ناخده كده هنرصه رصه تبقى لذيذه في الطبق. عايزين بقى طبق حلو كده وياخد ايه العين كلها. اوكي اهو كده، وبعدين نيجي بقى نقطع الفراخ، وقبل ما نقطعها تعالوا نحمص البيكن شويه، بيطلع حلو جدا. لو مش متواجد ممكن نجيب عين الجمل عادي جدا العادي، بس ده بيطلع طعمه ألذ كتير في السلطه دي مع التفاح بالذات. وهنحمصه من غير زيت ولا اي حاجه، مش هنحتاج نحمص بزيت اهو. هنشويها، تبليها بقى تتبيلة كده لذيذة، ممكن نتبل ملح فلفل، ممكن نحط معاها شوية زبادي صغيرين قوي عشان تبقى طرية معانا، وحابين البصل المبشور برضو بيطلع حلو جدا طبعا. هنوزع الكرفس بالطريقة دي كده بس كده، نبدأ نوزع برضو. اهو الجبنة بقى، احنا ايه ممكن نجيب الجبنة دي، وممكن نجيب الجبنة تبقى احنا عايزين نحطها كده، الجبنة تبقى مش لازم تبقى كريمي، ممكن تبقى عادية ونقطعها مكعبات. وبعدين هنحط بقى ايه اهو الزبادي، بصوا بقى معلقتين مايونيز على الزبادي، وهنقلب اهو كده، ونظبط بقى الملح والفلفل. كده تمام، وهنحط قطع الفراخ كده بالطريقة دي.